قبل ما نمشي ندير ساندو فيزا. المهم اول حاجه غندير هي غادي نستخشف واحد البانيو ديال الحليب والورد للذات ديالي، وغادي يجيبوا لي دابا واحد اتاي نشربوا ديال الزنجبيل. راه هو الفكرون جاي من له. هاي ماي فريند، شتو الفكرون راه جاي من له. المهم غادي تستمتعوا معنا بزاف اليوم ان شاء الله. اي لاف يو. كنقدم لكم الحلزون شخصيا. مالك؟ انا جيت طايره في دقيقه وانت 20 دقيقه. علاش باش كتحس ياك ما درتي شي حاجه في شي قنت له؟ اشنو ياك ما درتي شي حاجه؟ ويلي علاش شناو كيقولوا عندهم بغي بغيت نك صافي رشيد راني دايره ستوري. ويلي سحب لك ابل فيديو عشت ولفه وعشا كازو در سلطان. شحال كتعطيهم؟ بغيت نقول للدراري اللي كيخدموا عندك ناس دران احسن مدينه معروفه بزينيه طنجه بصح واو. وبغيت هذاك ثانك يو. اسكت شنو الشمامه؟ النمله؟ لا ما ثانك يو ماي فريند. علاش كس بصي لا سيتواني كتعرف شنو الشمامه؟ الشمامه هي النمله. داخله ديال كازا كيقولوا كيقولوا النمله، وحنا في طنجوي كيقولوا الشمامه. هاد السيده كتشبه الشمامه. حشومه عليك. ها الصوري وركزوا على وجهها والله الا كتشبه الشمامه. حشومه عليك ناري مسكينه. يا رشيد علاش كتنمر على الناس؟ حاجه تنمر. ودابا راه حنا هنا غادي ندخلوا باش نديروا حمام ديال الحليب. لا ما كرهتش نتلح هنا يا البنات، نتلح ونصراسي. يلا اختي نديرو حمام ديال الحليب. واو هانا كنصورك. زيد شوفي معايا هنا ناري اش كد هاي اش كدير هلا واش كدير معاك هاد شنو قالت لي؟ اوكي هذه الشينويه. لا ولكن نقول لك كل واحد بوحده. نو مي مي الون اند هي الون. ايوا نوت توغادر هي الون اند مي الون فور ذا تشينج اري. Yes. Yes, we have separate okay. Okay, thank you so much. Thank you so much. اش كدير معاها؟ Yeah, this is for okay. Mother. You. Okay. انا نمشي معاها. بسلامه رشيد. رشيد راش خويا رشيد. Okay, thank you. It's possible anyway. Okay, sleep. Oh, thank you. Please put your stuff. Okay, I. Yeah, thank you. Miss Amaris. يلا الراحة النفسية. الو هذا هنا فين غنبدل؟ خصني نشوف راسي شحال كنوزن. عطاتني السليب والفوطة. يو شحال ديال احساس بالحب، الله كنحس بالفرحة. الله يدومها علينا فرحة يا رب. غير هذا الجو الرائع ما كاينش اللي يحيدو ليا من دماغي. اي لاف يو. ويلاه رشيد انا اللي بنت لبست وكملت وانت مازال. سبحان الله عندك لاطي ديال الطيابات ديال الحمام. علاش تبقى سير الفورمه ديال المناعم البدويه؟ يلا وانا لبست وكملت. دابا راه كتخيلي كنت هنا كتعمل كومبو مع المناعم البدويه، شكون اللي قالك؟ طبعا هي تبارك الله عرفتي بارك الله فيك. كنت كتقول لي راه عبد الله سمس علي يدا عاملني بحال واو بدر. سبحان الله علاش كدير المشية ديال العيالات؟ مقص ها؟ شش ما هذا ما هذا؟ ما هذه فورمة فورمة البطريق؟ بزاف قال لك فورمة البطريق. أي هو أها ما بقى ما يعجب. أها البنات دابا غنبداو بسواندو فيزا. عاد غادا نتخشى لهيه في البانيو ديال الحليب إن شاء الله. يلا تتعاند معايا شنو واش بغيتي؟ تنساني تنسى الصحبة. صافي 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 يلا جيت ندير سواندو فيزاج قال لك حتى هو بغى يديرو. يلا دابا شحال من بنت في هذا الفيديو اخوتي عافاكم قولوا لي في ميساجاتكم. ربحتي سيدي راجل. بصح انت راجل ونص شويتين ونص شويتين. انت غير نص اما الراجل الله اعلم. عندك الحق شكون تقول لك؟ يا الله is this okay? yes. البنات ساليت درت لي واحد المساج لوجهي ورجلي واحد سوندو فيزاج ماشي نورمال. دابا غادي نوض نتخشى في الحليب.
الله الشاي بالزنجبيل صافي ساليت الله ساليت اختي هذا التبرع المهم انا خرجت قبل الوقت راه كانت عندي خصني نجلس ساعه انا بغيت نخرج دابا راني تخي جونتي تخي كول ويلي 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 علاش الماء بحال هكا مالك على هاد الحاله اويلي شاد الشوا شوهتينا مع الناس وجمع رجلك باش نصورك يلا صور ولا ولا كنهبط راه كيبان داك الشيء راشي باش نصورك يا بنات السلام فقمه السلام يا حبي حشوم عليك انا خديت عاوتاني واحد الكريمه صافي حياتي من نيزك عيطتي زدتي فيها بزاف كريمه في مدريد لا الكريمه من هنا بالزباله بالدقه والتغليقه ايوا علاش كاين عشا رشيد اللانجري اي وبقى لي عشا وصافي سمعني سمعني هذوك الفيليبينيات قلت لهم ماي فريند لاباس عليه ولا غيجيبوا لي البرادويات تمشي شي قبيله تتخيل جات عندي لهنا قالت لي المهم خصنا نسولها وداك الشيء هذاك هي قالت لي زعما الفيديو ايوا بعد ما ساليت دابا اختي غادا نلبس حوايج ونمشي نشرب ليا شي حاجه واو شوفوا عرفتوا عندهم الساونا شوفوا هنا عندهم حمام حمام مغربي اي على الحمام انا خصني نجي كسلي يلا اختي نمشي نلبس حوايج وانا معاكم تبارك الله هذا غير التريتمون اللي درنا اليوم انا ورشيد زائد المانيكير والباديكير اللي غندير في العشيه شوفوا سبحان الله وعد هادشي اللي خديت اي رشيد عاش رشيد اللانجري ولن يعيش من خانه